بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة المعدة أو قرص المعدة أو العملية البديلة لقص المعدة أو تحويل المسار أو العملية الارتجاعية اللي احنا ممكن نرجع الجسم بعدها للشكل الطبيعي، اللي هي عبارة عن حلقة صغيرة. الحلقة من زمان، بس جتي فترة جتي عمليات خلت الحلقة تهمل، بس هسه عالميا رجعنا على الحلقة لأنه شفنا نتائجها مقارنة بالبقية ما تختلف عنهم، غير انه ممكن نتائجها احسن، غير انه المعده على حطيتها من كل مقصوصه ولا شيء. هي هاي الحلقه، هاي بتدخل عباره عن فتحه صغيره بجدار البطن، سوي فتحه صغيره بجدار البطن وندخلها. لما تدخل نجي داير مداير محل ارتباط المرء بالمعده، ونخلي هي هاي الحلقه. هذا عباره عن كوشن، بيها الكوشن هذا عباره عن بالون، يعني عباره عن بالون ينفخ. تجي هاي الحلقه تثبت بهالشكل، ورا ما تدخل داخل المعده داخل البطن بنسحبها من هنا ونخليها داخل مداخل التقاء المرء بالمعدة. ايه هو هذا المحل، نبلش نثبتها بالشكل، هي اوتوماتيكيا تثبت. هيك ثبتت هسه صارت بهالمحل. طبعا في اجراء معين ما تنثبتها بيها. هذا بقى الواير وين ينزرع؟ ينزرع هذا الواير تحت الجلد، يعني بالضبط اذا خليته انا ببطني راح ازرعها هنا يم الصورة. هذا الواير وصله بصمام، هذا الصمام هذا هماتين ينزرع تحت الجلد. شنو أهمية هذا الصمام؟ هذا الصمام بعد ما نعدي 3 أسابيع من وضع هاي الحلقة نبلش هاي الإبرة نجيب بها تقريبا 3 سيسي ونحقنها هنا وندفع بها سائل. هذا السائل يخلي هاي البالون اللي موجودة هنا بالضيق، فبالتالي كمية الأكل اللي راح ناكلها راح تكون على قد جزء صغير من المعدة، يعني المعدة مالتنا موجودة مثل ما هي بس ماخذين من عندها جزء صغير، فالشخص أول ما ياكل يحس إنه معدته امتلت تماما. هاي ممكن تبقى الى الابد طول العمر، وممكن تبقى 5 سنين، وممكن تبقى 10 سنين وتنشال وما بيها اي مشاكل. معدل خطورتها مقارنه بالعمليات الثانيه اقل بهوايه، لانه تعتبر عمليه ارتجاعيه، يعني ممكن الحلقه هاي نشيلها وننهي الموضوع تماما، وممكن نشيلها ونعمل قص معده، وممكن نشيلها ونعمل تحويل مسار. تعتبر عمليه لطيفه كلش، العمليه تطول تقريبا نص ساعه والمريض بنفس اليوم يغادر المستشفى. أتمنى لكم الصحة والسلامة. لسالة الدكتور حيدر الرماحي، أخصائي السمنة والجراحة العامة والناظرية. شكرا جزيلا.